المسلحين وصولا لجدار الشركة، لم تتوقف الشركة ولا لساعة. التسرب الكبير الذي حصل في الأزمة لهذه اليد العاملة هو وجع آخر يصيب هذه الصناعة. نحن عم نذلل كل الصعوبات وعم نستطيع نأمن موادنا الأولية كاملة. نتيجة الحصار وقانون قيصر حدثنا أكثر من آلي، وطورنا أكثر من آلي، صنعنا أكثر من آلي، وفرنا ملايين الدولارات. اليوم نحن عم نصدر ل 120 دولة حول العالم مواد غذائية. وجود خبرة، اللي ما عنده خبرة بيقول لك أنت رأس المال فعلا جبل. أنت اليوم ببلد قادرة إنك تعملي شيء. واليوم لما بيكون في إيد واحدة ما بتزقف، لما بنكون مجموعة فعنا القدرة إنه نوصل لشيء جيد. طبعاً. ابن سوريا هو يبني سوريا. وعندنا يقين قوي ننجح. ولن يموت الشعب السوري. من شوارعها وأسواقها ومحالها التجارية وبقالياتها وحتى صيدلياتها بدأت جولتنا السورية. لا تحتاج إلى عين خبيرة أو بحث مكثف لكل ما حولك حتى ترصد المنتجات السورية في كل تفصيل وزاوية، واسم يكاد يكون موحداً: صنع في سوريا لباساً وطعاماً ودواء. لكل الشركات الصناعية المشاركة معنا اليوم، شركات سورية محلية، 80% افتتحت أثناء الأزمة، يعني رغم الحصار الاقتصادي والدمار اللي شل تقريباً البنية التحتية للاقتصاد السوري، إلا استطاعت الصناعة السورية خلال الأزمة اللي نحن فيها افتتاح مئات المعامل، خلينا نقول خاصة الغذائية والكيميائية، يعني على المنظفات. عم بعطيك شغلة كبيرة اللي احنا عم نشتغل عليها خلال الثلاث سنين الأخرانيات. اليوم نحن عم نصدر ل 120 دولة حول العالم مواد غذائية، هذا رغم حصارنا الاقتصادي، رغم الشيء اللي عم يشتغل ضمن ظروف صعبة كتير قاسية. هلا تقريبا قد ايه نسبة الأدوية السورية عندكم بتكون؟ 70%، لا أكثر والله، يعني توصل ل 85%. هلا نحن عندنا هون ممنوع استيراد الدواء غير إذا ما كان عنده بديل وطني. وفي فرق بالأسعار؟ فرق كثير كبير. نقي دواء عشوائيا. هذا التهاب الأسنان. اوكي تمام. هذا سعره هلا اليوم 1400 ليره سوري. 1400 ليره سوريه تمام. اذا بدي اخذ منه اجنبي اقل شيء حيكون حقه 12 دولار، يعني حوالي 48 ليره. طب الفعاليه هلا نحن يعني ثقافه شعبنا بالمجمل اجمالا بتميل للدواء الوطني، يعني قليل ما تستعمل الدواء الاجنبي، يعني لتكون حالات كثير كريتيكال او ما عم تستجيب تمام ساعتها ممكن يلجأوا للبديل الاجنبي. بس نحن الادويه الوطنيه عندنا بالنسبه لنا ممتازه، حتى نحن كصيادله بننصح فيها. مشكلتنا كدواء سوري هو المرجن تبع الربح، نحن 20 دولار كصيادله تمام. هي اول ثاني سعر الصرف كثير ظالم بس المعامل، يعني نحن ما عرف كلفه الصناعه اكثر من هيك، مثل كل الاشياء اللي بتتحارب بين البلد فرق كثير كبير بالسعر. طب ليه برا هالقد غالي؟ مو برا هالقد غالي. طب ليه هون هالقد؟ ليه؟ عدة أسباب. أولا إنه نحن الدواء لحد اليوم مدعوم من الدولة. الثانية اليد العاملة عندنا أرخص. الشيء الثالث مصدر المادة الأولية. دفعتني زيارة الصيدلية إلى البحث أكثر في مجال الصناعة الدوائية السورية للتعرف عن قرب بهذه الصناعة.
لو ما في روح فريق صدقيني ما كان في نتائج. طيب بدك تعطيني الوصفة السحرية ليش الدواء السوري هالقد مرغوب؟ الحقيقة الأكثر من سبب، السبب الأول إنه نحن ملتزمين بالمواصفات القياسية الدستورية. ما في لأي عامل عندنا بالشركة هون مصلحة بالغش لا سمح الله، أو باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو باللعب بمصير المواطنين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في نظام دقيق للمراقبة من عدة مستويات بالشركة. يعني في مخابر للمواد الأولية بتدقق على إدخال المواد الأولية، مخبر المستحضرات الجاهزة اللي هو بيعاير المنتج قبل نزوله على السوق، في مخابر خارجية، مخابر الرقابة الدوائية بوزارة الصحة كمان اللي بتعاير المنتجات عشوائياً بالصيدليات. ففي مستويات متعددة من الرقابة بتضمن جودة المنتج وأمان وصوله للمواطن. عام 2010 كانت سوريا قد أمنت أكثر من 93% من حاجتها الدوائية محلياً، وساهمت الصناعة الدوائية ب 300 مليون دولار كعائد سنوي لخزينة الدولة. اليوم تدهور اقتصاد ما قبل الحرب تدهوراً كبيراً. لا نتحدث هنا عن القطاع الدوائي فقط، بل عن كامل القطاع التصنيعي السوري. قدرت قيمة الضرر والدمار اللذين لحقا بقطاعي الصناعة العام والخاص ب 240 مليار دولار، وتراجع عدد المنشآت الصناعية إلى أكثر من النصف بسبب الحرب والنهب. ولكن على الرغم من كل هذه الخسائر الفادحة والقاسية، كان للسوريين قدرة على الوقوف وأصرار على التعافي. الحقيقة نحن هذا المقر الموجودين فيه واللي شفتوه حضرتكم وصورتوه بالكامل هو مقر بديل. المقر الأساسي تبعنا نحن كان بمنطقة المليحة ودمر بالكامل على يد العصابات الإرهابية، وكان فيديو شهير اللي كان يتفاخروا فيه بتدمير معمل تاميكو. ومثل ما شفتي حضرتك قعدنا نحن معظم الأقسام الإنتاجية إلى وضع الإنتاجي. حالياً نحن هلا بالمعمل الموجود فيه بالرغم من تواضع مساحته وبالرغم من العدد القليل من اليد العاملة اللي بقي على رأس عمله بعد سنوات الحرب، قدرنا نحقق بحدود من 80% إلى 90% من معمل الأدوية البشرية اللي كان موجود بالمقر الرئيسي السابق. نحن عم نزلل كل الصعوبات، عم نستطيع نغطي احتياج السوق من المنتجات اللي احنا بننتجها بالكامل. لم يقتصر الإنجاز الفعلي على الاستمرار في العمل فقط، بل إن الشركات تربح أيضاً، وهذا أمر ينطبق على الصناعات الثقيلة كذلك. المسلحين وصلوا لجدار الشركة، لم تتوقف الشركة ولا لساعة، الشركة العامة لصناعة الكابلات في المنطقة ولا لساعة لم تتوقف، رغم أنه كانوا العمال والمهندسين ينامون في الشركة. بالنسبة لحلب بعد دخول المسلحين والعصابات الإرهابية المسلحة، طبعا شركة حلب تم تدميرها تقريبا تدمير كامل. هيك كانت الشركة وصلان إلى مرحلة سرقوا الآلات، سرقوا المواد الأولية، دمروا البنية التحتية كاملا. هاي الصالات هلا لو زرتوها أو في بعض الصور إن شاء الله بتزوروها بتشوفوا شركة تاني غير هذه الصورة اللي عم تشوفوها بالنسبة لشركة حلب. لكن بجهود الناس وبهمة الشعب السوري سوف تقلع ونعيد إعمارها، ولن يموت الشعب السوري. بحلول نهاية عام 2013 كان ما يزيد عن 90% من منشآت التصنيع في مدينة حلب الصناعية وعدرا قد أقفل، لكن في حلب أعيدت البنية التحتية الأساسية أوائل عام 2017، وفي عدرا عدد المؤسسات العاملة عام 2018 كان نحو 1300 مؤسسة توظف نحو 60,000 عامل. عام 2020 دخلت حيز العمل والإنتاج 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية، ورخص نحو 3,000 منشأة ستوفر نحو 26,000 فرصة عمل. ويتزايد مستوى الاستثمار الجديد بنسبة أكثر من 10% سنوياً.
لم تقف تحديات الصناعة في سوريا على مسألة الحرب المباشرة، بل أيضاً هناك تحديات داخلية وخارجية متعددة متعلقة بالحصار، إضافة إلى العقوبات العامة. هو الحصار اللي مؤثر علينا الخارجي، حصار يعني تعامل البنوك اليوم عم يأثر كثير اليوم، يعني هلا نحن كثير بيطلبوا منا، حتى الصين اليوم، الصين اذا بدنا نصدر لها الشيء اللي نحن ما عم نحسن نتجاوزه هنيك بدهم يفتحوا اعتمادات بنكيه، الاعتمادات البنكيه اللي نحن محاربين، يعني نحن المركزي عندنا هون والتجاري السوري اذا بدنا نفتح اعتمادات من هون للخارج صعب، هذا كله مغلق بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه على بلدنا. هذا الشيء اللي احنا ما عم يسهلنا الامور التصدير بالنسبه للخارج. باقي الامور تقريبا اغلبيتها عم نحاول نحلها، يعني تامين المواد الاوليه، استيراده، عم يلاقي صعوبه كثير فيها نحن. الحصار منع التوجه الى الخارج اعتمادا وتصديرا واستيرادا، لكن السؤال الجوهري، هل نجحت العقوبات في تقييد الصناعة الوطنية؟ هل منعت الاستمرار في خطة الإنماء والمضي قدماً؟ في الحقيقة الحصار الجائر وسلبياته الكبيرة أعطى مفعول إيجابي لدى عاملين ومهندسي هذه المؤسسة وشركاتها، وكانت هناك حالات مميزة مهندسي وفني شركة سورية بإنجاز عمل تعديل ميكانيكي إلى لغة البلوتوس مما وفر مئات الملايين، وكان هناك إبداع آخر بإذن الله سيظهر للعلن برأينا وفر 500,000 دولار على استيراد هذه القطعة. نحاول أن يكون هناك اجتهاد داخلي ذاتي لتطوير هذه المكننة بغض النظر عن الاستيراد. طبعاً نحن نسبة الإنجاز 70، نحن نتمنى أن تصل إلى 100، لكن نتيجة الحصار وقانون قيصر لم نستطع تأمين المادي الأولي نتيجة هذا الحصار المفروض على الجمهورية العربية السورية وعلى شركاتنا وشركات القطاع العام، فعانينا كثيرا في تأمين المادي الأولي، لكن نستطيع بتوجيهات وبنتيجة علاقاتنا الجيدة مع الدول الأصدقاء إيران وروسيا أن نستطيع أن نؤمن هذه المادي موادنا الأولية. هذه أهم المعاناة. ضعنا معاناة ثانية هي ضعف التيار الكهربائي عم نستطيع نسده، وهي برفع علينا التكاليف من تشغيل مجموعات الديزل، عم شغل مجموعات كهربائية، الكهرباء لا تنقطع لدينا لكن أنه جهد منخفض. لدينا رؤية في هذه الشركة، رؤية طموحة أنه نحدث ونطور هذه الآلات، ويمكن صورتوا أنتوا شفتوا أنه في بعض الآلات طبعاً عمالنا بأيدي خبيرة محلية ومهندسين الفنيين نتيجة إيمانهم في بلدهم ووطنهم استطاعوا أنه يحدثوا هذه الآلات ويجروا عملية الصيانة. أنا سبق قلت نتيجة الحصار كمان قطع تبديلية ما نستطيع الأمن للمعمل، لكن اليد العامل الفني الخبيرة والمهندسين الفنيين استطاعوا، حدثنا أكثر من آلي، طورنا أكثر من آلي، صنعنا أكثر من آلي، استطعنا نسوي آلة بتروجيلي يمكن صورتوها، هو تصنيع محلي وفرنا ملايين الدولارات. الآن نقوم بتصنيع شيلار، تصنيع شيلار محلي لتبريد الآلات، كمان هذا يوفر ملايين الدولارات، وهذا ما يدل أنه الشعب السوري أو العامل السوري أو المهندس السوري هو قادر على الإبداع إذا توفرت له الظروف. العودة إذن إلى العامل البشري، وأمام هذا العنصر تحديات تتعلق بظروف العامل المعيشية أولاً ثم التأهيلية، فهناك النقص في اليد العاملة والتراجع في قيمة الأجور والخبرات وغيرها. الأمر الآخر هو يد العمالة، العمالة المهنية، هذه الصناعة تتطلب عمالة مهنية. التسرب الكبير الذي حصل في الأزمة لهذه اليد العاملة هو وجع آخر يصيب هذه الصناعة. نتجه بهدوء لتطوير هذه الأعمال الجديدة لتأهيلها رغم الصعوبات الاقتصادية على هذه الأعمال المعيشية. القدرة البشرية التي تعمل بها شركاتنا اليوم لا تتجاوز 50% من القدرة المطلوبة الفعلية للعمل.
لنحنا بتجينا الوجبات من قسم التغليف، والبنات هون الله يعطيهم العافية بيعبوه يدوي مثل ما انك شايفة. مثل البنت هون مثلاً بدها تخرز يعني كحد أدنى 300 علبة، بس هي بتشتغل أكثر مشان يعني تزيد حوافزها شوي. يعني حالنا حال الناس كلها، رفع مستوى المعيشة. يعني هون البنت عن جد بتستاهل، يعني بتفوت البنت من الصبح لآخر الوقت على يعني بتلبس ثيابها وهي عم تشتغل إيدها على الطاولة. كم علبة بتعمل بالنهار؟ بين 450 وال 500 علبة باليوم. خلينا نبلش بواقع الشغل. نحن نتمنى يخفضوا لنا العدد اللي عم نشتغله كل يوم، العدد كبير المطلوب منا يوميا، نتمنى انه يتخفض هذا العدد. هلا القطاع الحكومي مشكلته المداخيل تبعه، الرواتب تبعه فقط يعني. يعني مثلا اي واحد عم موظف حكومي بياخذ بالشهر ليرة، بينما بالقطاع الخاص بياخذ 5 ليرات او 10 ليرات ايامات. فقط موضوع المداخيل، موضوع المداخيل بالوظيفه الدوله سيئه. بتطلب كثير يعني، عم يشتغل تقريبا الواحد باجور تفضل تعتبريها رمزيه. كثير من العمل للاستمرار، لكن القله لم تقتل شعور الواجب. الا الحمد لله يعني الشعب السوري شعب قوي، الصناعي السوري قوي بالمحنة اللي مرقنا فيها، عم نستطيع انه ندبر حالنا ونتغلب على الصعوبات وعلى العقوبات والحصار الاقتصادي اللي نحن محاوطين فيه. كان لابد من استكمال الجولة في تحرك ميداني بين المدن الصناعية الأساسية في سوريا، المقوم الرئيس للقطاع الصناعي. عدرا الصناعية في ريف دمشق، حسية في حمص، ومدينة الشيخ نجار في حلب. هذه المدن الكبرى إلى جانب عشرات المناطق الأصغر حجماً جذبت استثمارات وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار منذ إنشائها عام 2004. دخلنا إلى المعامل الخاصة، فهل اختلفت حوافزهم واستراتيجيتهم؟ جميع المعدات المصنعة بهذه الشركة هي بخبرات محلية. حضرتك رح تشوفي هي آلة البلازما، كن لم يتم استيرادها من دول خارجية، تم تصنيعها بهالمكان بأيدين هالشباب هدول بخبراتنا المتواضعة الموجودة بهالبلد. ابن سوريا هو يبني سوريا. إحدى مشاريعنا إن شاء الله رح تكون بالفترة القادمة هي مكبس البلوك العادي الصغير اللي راح يبني فيه الإنسان البسيط بيته ويعمر حيطه المهدوم. آلتنا راح تدخل السوق العالمية لأن مواصفاتها زائد أسعارها زائد كل شيء، أمان وجودي بضاهي إننا نقول الأوروبي أو أي دولة متقدمة بمجال معدات البناء. بدأنا محل ما انتهت أوروبا أو انتهت الدول القوية بمجالات البناء، دخلنا مواصفاتنا، دخلنا لمستنا، وحصلنا على قطعة بتناسب أرضي، بتناسب بلدي. على الرغم من اعتماد الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات كإعادة ترميم آلاف المنشآت وتوفير خدمات مثل الكهرباء والمياه والطرق في المدن الصناعية، وعلى الرغم من الإعانات المالية، إلا أن هناك حاجة لمزيد من القوانين لتشجيع الاستثمار وإعادة الإعمار في القطاع الصناعي على الصعيدين الحكومي والخاص. ماكم مضطرين لشيء من برا يعني؟ كل المواد الأولية؟ لا، إنه ما محتاجين شيء. لا محتاجين، إذا في أشخاص عندهم الفكر فكرنا مثلنا يجوا منرحب فيهم ينضموا لمجموعتنا. نحن مجموعة شباب، وخطرنا، خطرنا بمديتنا، خطرنا بفكرنا، خطرنا بوقتنا، بدنا ننتج، بدنا نطلع شيء. يعني أول شيء القروض المفروض تكون مفتوحة أكثر من هيك،
كتشجيع لأي تاجر لأي مصنع لأي شيء، لأنه بالآخر المصنع هو عم يشغل أيدي عاملة سورية بحث. يعني نحن أنت اليوم أنا وقت المعمل منشأة أو نحن مجموعة شباب عملنا منشأة عنا 100 موظف أو 200 موظف، فنحن سكرنا قسم عن الدولة، أنت شغلت أيدي عاملة عظيمة بالبلد. في سوريا كسرت مقولة إن رأس المال جبان، العمل واليقين والثقة، ثلاثة عوامل اجتمعت لتغير المعادلة السلبية إلى معادلة تثبت بالأرقام أنها تتجه نحو الازدهار. ضلينا صامدين لوضع أنه ننجح بسبب وجود الخبرة، وجود تجمع بعض الشباب حوالينا، إنكنا كتلة قوية. لو وصلنا لمرحلة أنه جمعنا مكانات كانت فريدة، وفينا نقول لفترة الإقلاع ممكن نكون برأس الهرم الصناعي السوري. لكن الفكرة إنه عندنا يقين قوي ننجح. من وين هيدا اليقين متولد؟ هذا اليقين متولد لأنه نحن ربينا بهاي المهن، ربينا بهاي البلد، المراحل كلياتها أخدينا عن خبرة وعلى مدار سنين طويلة. واليوم لما بيكون في إيد واحدة ما بتزقف، لما بنكون مجموعة فعنا القدرة إنه نوصل لشيء جيد. ما خفتوا بالظروف اللي قطعت والظروف اللي عم تقطع هلأ بسوريا على رأس المال تبعكم؟ طبعاً لا، ما بخاف عليه قولاً واحداً، لأنه أنت اليوم ببلد قادرة أنك تعملي شيء، قادرة أنك أنت تطلعي وتأنجي ويكون تصريفك محلي، لأنه سوقنا بيطلب أنه بالنهاية نحن كمجتمع كشعب بده يلبس، فأنت قادرة أنك تغذي السوق بكل المتطلبات وقادرة أنك تحافظي على رأس مالك وتزيديه بنفس الوقت بدون أي انكسار. وحاجز الخوف طبعاً مو ضروري تكون الأرباح جداً عظيمة، ضروري الإنسان بس أنه يؤدي حاجياته وبنفس الوقت يعمل شيء لهالبلد ولإله. حاجز الخوف كمان انقطع عنا بسبب أنه عنا الخبرات لأنه نصنع مكينة. عم تحكي هون عن الآلات، يعني الآلات صنعنا الآلة ضمن بلدنا، صناعة وطنية سورية بخراطة سورية بفكر سوري، عارف كيف؟ قدرنا نوصل لمرحلة نحن آلة زو برم لخيوط الصوف، اختصرنا ثلاث مراحل أوروبية بمرحلة هون نحن اعتبرناها مرحلة سورية، وفرنا عمالي وفرنا وقت وفرنا يعني سرعة إنتاج بآلة وحدة، وفرنا ثلاث مراحل بصنعوا أوروبي. وجود خبرة، ما عنده خبرة بيقول لك أنت رأس المال فعلا جبار. بإذن الله خلال متفائلين أكثر ما بتتخيلي. الشغلة الثانية، نحن عندنا القدرة للمنافسة لأنه عندنا كل المراحل. لأنه أنت عندك من الصفر للنهاية. للنهاية. وعندنا ثقة كبيرة بالموضوع. هذا هو منتجنا النهائي، هيك رح يكون بهالصورة. اللي رح نتحدى فيه كل إيد وكل دولة شاركت بهدم سوريا وراهنت على قدرتنا بإعادة إعمارها. رح نقول لهم بأيدي سورية وبخبرة سورية بإذن الله رح نعمر سوريا كلها.